مرحبا فيكم مشاهدينا بجولتنا الفنية من لندن. اليوم رح نسلط الضوء على فيلم عامل ضجة كتير كبيرة هون بمهرجان لندن السينمائي وفي العالم. هو فيلم مصري اسمه اشتباك أو كلاش من إخراج المخرج محمد دياب، ولعب دور البطولة نيلي كريم وهاني عادل ونخبة من الممثلين المصريين. ايوه كنت في المظاهره وكنت برمي طوبه اهو. امين ثورجي، ثورجي نموت عشان قضيه مش عشان صوره. انت ليه عايز تعمل فيها بلطجي؟ انا بلطجي يا باشا؟ قلناها ما احنا معاك. لا المسؤوليه انك انت تاخده معاك في الزفت ده. بنت احنا نزلنا بيه 100 مره وانت اللي كنت بتنزليه دلوقتي مش زي زمان. قصة الفيلم بتعكس حالة من الاضطراب اللي شهدتها مصر سنة 2013، بتدور كل أحداثه داخل سيارة للترحيلات تابعة للأمن المصري، وبوقت ما كانت بتعج العاصمة بمظاهرات عنيفة منها مؤيد للجيش المصري ومنها مؤيد للإخوان، تم اعتقال مجموعة من الأشخاص بشكل عشوائي بحيث ما كان مبين مين تابع لمين. الفيلم بركز على الانقسام في المجتمع المصري وما له هدف سياسي، ولكنه بيعكس حالة الانقسام في المجتمع المصري بكل أبعاده. من أول ما الفكرة جت خالد دياب اخويا واحنا عايزين نعمل فيلم اصلا صعب جدا، فكره ان انت تحط ناس في عربيه وتصور الفيلم كله فيلم اكشن كبير جدا كله من خلال وجهه نظر العربيه دي، كان موضوع تحدي كبير جدا. التحضير قعد سنتين، الكتابه 13 مره، و13 مره بمعنى ان كل مره فيهم مختلف عن الثانيه 100%. بس التحدي هو احلى حاجه، ان الواحد ينزل في حاجه ويحاول يعمل حاجه هو مش فاهم فيها اي حاجه وينظم ويعمله في الاخر ينجح. انا لما قلت انه فيلم طويل حيكون موجود بقلب سيارة الترحيلات حيكون ممكن يا بيخنق المشاهد يا حيكون ممل، ولكن حسيت انه ما كان هيك، ويمكن السينماتيك ورك كتير ساعدت يعني الانجلز وكده. انت احكي لي اكتر كيف قدرت بطريقة اخراجك طبعا وانت مبدع انه ما تمل المشاهد. من اكبر التحديات كانت ان ازاي في فيلم في مكان ضيق زي ده، غير تحدي ان احنا ازاي نبقى متوازنين سياسيا او بنقول وجهة النظر من غير عارفين نريبريزنت كل الناس ونوضح الموضوع لكل الناس، ان ازاي يبقى فيلم ممتع ومبقاش زهق. وده كان تحدي كبير جدا في الكتابه ثم في الاخراج، فده تطلب شغل وتحضير مده طويله جدا. احنا بنينا سنه قبل الفيلم العربيه نموذج خشبي منها، قعدنا نتدرب عليها 6 شهور، عرفنا بالظبط هنعمل ايه، رسمنا المكان الاكشن اللي بره هيترسم ازاي وهيتعمل ازاي، ونجحنا في ان احنا نعمل كده باني معايا كرو وانتاج وناس شغاله معايا كانت كلها مؤمنه بالمشروع يعني خطرت بحياتها في مشاهد كتيره جدا عشان تعملها، وده اعتقد المجهود كله باين في الفيلم. يعني هذا الشيء بيربط للسؤال الثاني، اكيد واجهت كتير مشاكل اثناء التصوير وبعد التصوير وقبل ما ينعرض وبعد ما انعرض، فاحكي لي وكيف اتقبلوا الشعب المصري الجمهور المصري الفيلم؟ المشاكل كانت بادئه في اصلا ان احنا ازاي نعمل الفيلم وقلت لك عليها، مشكله ثانيه كانت ازاي نجيب انتاج للفيلم ده، وكنت محظوظ ان معايا معز مسعود ومحمد حفظي من مصر و بيراميد من فرنسا، ودول ساعدوا جدا ان الفيلم يتعمل. بعد كده كانت اكبر مشكله ازاي نعمل فيلم سياسي في مصر في الوقت اللي احنا بنعمله ده، فدي كانت تطلبت يعني ان احنا نوضح تماما فكره الفيلم اللي هي اصلا عن الانسان ومش عن السياسه، وكانت تبقى واضحه للكل. ثم بعد كده الفيلم ورغم الكلام ده كله لما تعرضت مهرجان كانت هاجم هجوم قوي شويه قبل ما ينزل في مصر، لما نزل المفارقه انه اتهاجم من جميع الاطراف، يعني الاول كان بيتهاجم من ناحيه من غير ما تشوف الفيلم، ثم لما نزل اتهاجم من جميع الاطراف لان الفيلم ارتكب جريمه كبيره هي انسنت الجميع في وقت الناس كلها متضايقه من بعض. عندنا في المدرسه كنا بنلعب عسكر واخوان. لا مش هقدر، الناس جوه بتموت، الدنيا حاجه جوه، مفيش مظاهره اليوم حد يقدر يسيطر على العالم اللي فيها. العربيه اتسرقت. احنا نحاول وسط الحرب وسط الحرب الفكريه اللي وسط الناس والانقسام الشديد ان احنا نقول لهم افتكروا ان احنا بعيدا عن كل الحاجات اللي احنا حاطينها والمسافات اللي حاطينها بين بعض كلنا واحد وكلنا بشر. انا عايز اقول لك حاجه، ان على قد ما الناس بتبقى شايفه الفيلم ان هو بيمثل الشعب المصري بيحاولوا يدققوا قوي، على قد ما جوايا الفيلم بيمثل العالم كله. قللنا السياسه اللي في الفيلم لدرجه ان الفيلم ينطبق على امريتانيا هنا، على بريكزيت، على الخناقه اللي موجوده، على ينفع الامريكان يقدروا يشوفوا فيه الخلاف اللي حصل بين كلينتون وترامب. فكره الفيلم مجرد جردناه من الخناقات التفصيليه ومركزين ان في ناس بتكره بعض، الكلام ده ممكن اي حته في اي دوله في اي مكان يحسوا بيه. وده اعتقد سبب نجاحه انه اتباع ل 29 دوله في العالم، وان هو بيتعرض في سينمات العالم كلها، ان كل بلد حاسه قادره تشوف نفسها في الفيلم.
الرسالة بتأكيد إن البشر كلهم مهما كان الانقسام اللي قاعد يزيد في العالم كله في انقسام، يقدروا لو قدروا يبصوا خلف بعد الخلافات يقدروا يشوفوا إن كلنا فينا شبه من بعض. كلنا اللحظات اللي الناس اللي داخل العربة حسوا إن هم قريبين من بعض هي لحظات إنسانية بحتة، زي إن هم جعانين عايزين يخشوا الحمام، بيغنوا، خايفين، وهي لحظات مشاعر كلنا بنتشارك فيها في العالم كله، مشاعر مش خاصة بالميدل إيست والوطن العربي أو مصر أو أي بلد، مشاعر إنسانية عبر العالم كله. هو سؤال وجودي أصلاً وسؤال مهم جداً، فكرة أنا النهاردة الناحية دي في مصر وكان ممكن أتولد الناحية التانية في أي حتة، نفس الكلام ده النهاردة جوه مصر في انقسام داخلي، أنا كان ممكن أتولد إخوان، كان ممكن أتولد في عيلة بتحب الجيش، كان ممكن أتولد في عيلة ثورجية، وكان ممكن تبقى كل تصرفاتي مختلفة. هل أنت من الناس المنقدين اللي شخصيتهم بس كده، ولا قادر تبقى صاحب شخصية قادرة تشوف ويبقى لها وجهة نظر حقيقية وقادرة تشوف البشر كما هم؟ طبعا كان في تحديات ليها علاقة بالإنتاج وال يعني التمويل والتوزيع ووقت نزول الفيلم، كان طبعا في حملة كبيرة ضد الفيلم اكيد محمد اتكلم عنها، لكن ما اعتقدش ان الحملة دي كانت يعني عارفه كانت قبل ما الناس تشوف الفيلم، انما بعد ما الناس شافت الفيلم لقوا ان الفيلم لا يحمل اي عداء للدولة لمصر، او بالعكس هو فيلم انا اقدر اوصفه ان هو فيلم وطني جدا، يعني الرمز العربية في الفيلم اكيد رمز مقصود يعني، فكلنا بنحاول نزق العربية لقدام وهي معكسانا، لان احنا يمكن منشغلين بخلافاتنا الداخليه قبل ما نشغل بزاي ان احنا كلنا نتحد ونزق العربيه. الشخصيات العالميه اللي دعمت الفيلم اكيد طبعا زي توم هانكس مثلا بعد الرساله اللي بعتها، وكان فيه تمام بالفيلم فعلا على مستوى عالمي، لكن الاهم من كده ان هو ينجح في بلده، وانا مبسوط انه نجح في مصر ونجح في يعني لسه هينزل في العالم العربي، واتمنى ان هو يعمل نفس النجاح اللي عمله في مصر ان شاء الله. قولها بنكون وصلنا لختام جولتنا الفنيه اليوم، انترونا بكره بمواد جديد. باي. رايحين على فين يا بابا؟